طيبة إليكم أحبائي المشاهدين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شباب نادي. سنخصص هذه الحلقة لنجم أعطى الشيء الكثير في ميدان الفن في جماعة القروية أكريم. نجم تألق وأبدع ورسم لوحات فنية وسطع نجمه عاليا. ضيفي لحلقة هذا اليوم من برنامجكم شباب نادي واحد من الأسماء التي لها ثقلها في الوسط الفني، إنه الفنان المتألق حسام ريف. أن حسام، بغيناك أنك تعرفنا بطاقة بيبليوغرافية عليك وعلى الحياة ديالك الفنية. مزقارو أزولي تما سويتما، نطحها بزي ونديت مدينة أكليم، ونطحها بزي الموقع نزايو سيتي، والسيتي ما كاين خص عندو يجي الوقت يزيد ديت مدينة أكليم. أما بالنسبة للبداية نتاعي فهي كانت بداية عادية كباقي الفنانة المغاربة، الا بعض الفنانه كانت تستنيهم اللي هما يعني كانت البدايه نتاعهم سهله. البدايه ديالي كانت العام سيدي كما قلت لك بحال كاع الفنانه، كانت على التريطوار برا في الغابه في الدار الجيتاره، ومن بعدها كتنمى هذيك الموهبه، وما بين ليله ويوم حتى كتلقى راسك فنان، كتكتب كتسجل سيدي كدير سهرات، والحمد لله يعني شي اللي كنعرفوا ان البدايه ديالك كانت في سنه 2000 وانت حاصل على دبلوم في الموسيقى. واش قديت بهذا الدبلوم انك تزيد القدام، ولا كان عباره عن دبلوم فقط كما كيديروا بعض الفنانين فقط؟ نو، انا قريت الموسيقى في بركان عند واحد الاستاذ، ولكن ما غاديش نقول لك داك الدبلوم يعني واحد الدبلوم اللي هو فور، يعني غير واحد الشهاده تقديريه كيديها اي واحد كيدير في المعهد في بركان، كيعطيو له واحد الشهاده تقديريه، يعني انت هي كيعطيوها لك كتكمل الدراسه كيعطيوها لك سواء كنت كوف او ما كنتش كوف. يعني بكل صراحه انا حسام بغينا نعرفوك علاش انك اختاريت الفن وما اختاريتش شي مهنه اخرى من غير الفن. لا، انا قبل ما ندخل الميدان الفني غادي نصح لك، انا قبل ما ندخل الميدان الفني يعني الموسيقى كانت عندي من الصغر نتاعي يعني موهبه. كنت دخلت ملي خرجت من الدراسه نقول لك في 1997 ولا 98، دخلت تعلمت واحد المهنه اللي هي النحت على الخشب مع الاخ نتاعي مراد، وبهذا المناسبه كنحييه، وخدمت فيها خير ربي حتى جات ديك الشويه 2007 ولا، يعني تفرغت للفن. ملي خرجت السي دي ديالي الاول تفرغت للفن اكثر ما تفرغت للنحت على الخشب. عفوا انك حسام كتجمع بين الموسيقى المغربيه الاصيله والموسيقى الغربيه، واش باقي حتى اليوم انك تجمع بين هاد الاثنين، اي الموسيقى الغربيه والموسيقى المغربيه الاصيله؟ سي نورمال، لانني انا تربيت على سماع الموسيقى المغربيه والموسيقى العربيه اون جينيرال، وخاصه المجموعات الغنائيه نتاع المشاهب الغوال الرصاد. وبالنسبه للموسيقى العربيه اللي هي مارسيل خليفه كنسمعوا، الاخر عبد الحليم، الشيخ امام، وفي نفس الوقت انا كنت يعني مولوع بالموسيقى الامازيغيه اللي هي امازيغيه، وخاصه منها الموسيقى الريفيه. الريفيه سمعت فنانه في الريف وعجبوني وكنحييهم، لانه عندهم ذاك حب الاغنيه الريفيه والتشبت بالارض، والاغاني نتاعهم يعني فيها مواضيع جميله وكذا، ذاك الشيء اللي جعلني انني نحمل المشعل باش نزيد لقدام انا بديك الاغنيه اللي سبقوني اللي غناوها. على ذاك الشيء اختاريت يعني نغني بتاريفيت. عليك حسام انك كتكلم العربيه في اكليم اكثر مما كتكلم الامازيغيه، وكنعرفوا انك خرجت البوم باللغه الريفيه او اللغه الامازيغيه، ممكن انك تحدثنا شويه على هذا الشيء؟ يا الاخ نتاعي في هذا الكلام انت محق، يعني تصحيح نيشان، انا غالبا كنتكلم الدارجه في مدينه اكليم، لان انا ملي تزاديت كنت نتكلم غير الدارجه، كنفهم الامازيغيه لان الام نتاعي كتكلم غير الامازيغيه، لحد الان ما كتكلمش العربيه، ما تعرفش تكلمها. الوالد ثانيه هو من قبائل بني زناس، نتكلموا الدارجه والامازيغيه، ولكن انا في ديك القسم ما كنتش نعرف نتكلم الامازيغيه، حتى تاثرت ببعض الفنانه اللي هما اللي قلت لك والد ميمون ازري اتران والى اخره. كانت عندي الموهبه، وانا دائما كانت عندي ديك الموهبه نتاع الكتابه، كتابات الشعر كنت نكتبه بالدارجه واللغه العربيه، حتى وجدت نفسي يعني تبليت بديك الموسيقى، بقيت كنسمع الراديو، حتى لقيت نفسي كنكتب انا سطور بالامازيغيه، ما عرفت منين كتنزل عليا الله اعلم. بقيت كنكتب والفت ولحنت وخرجت، حتى انهم اللي درت السي دي لقيت ناس، انا جيت بالمصادفه لقيت ناس في القهوه كيهضروا كيقولوا ماشي هو اللي غناه. اقسم لك يمينا كي جالس تما معهم واحد الصديق نتاعي مع هاد الدراري اللي كانوا يتكلموا عليا كيقولوا بان راه السيدي يمكن ماشي ديالو، وانا كنت كنسمع، ونطق داك الصديق نتاعي قال لهم راه حسام اي اغنيه كيكتبها قبل ما كيلحنها كيفتيها عليا، كيقول لي الاغنيه كيقول لي يا فلان،
واش هاد الاغنيه كيفاش واش عجبتك ولا ما عجبتكش. قال له راه ديالو 100% وفعلا 100%، وراه عندي هاد الشيء في حقوق المؤلف، الاغاني تاعي انا درتهم في حقوق المؤلف، وما يمكنليش ندير في حقوق المؤلف واحد الحاجه ماشي ديالي. جول الاغاني اللي كتغنيها الفنان ديالنا حسام كتمحور حول مواضيع ديال الهجره السيفيه، الاوضاع الاجتماعيه بالمغرب، الفساد الاداري داخل المملكه المغربيه، ترى لماذا؟ هذا يا اخي سؤال مهم. لماذا؟ راه كلشي باين، يعني ملي كتجي مثلا كتمشي هكا للسبيطر كتلقى السبيطر مكفس، سي نورمال تغني عليه. كتمشي هكا للاداره كتلقاها مكفسه، الرشوه، المسائل، فهمت؟ كتغني كتلقى الشباب ما عندهمش، كتجي انت تجلس مع بنادم هكذا كيبقى يصوت يقول لك بغيت نمشي نحرك، كيمشي يموت في الفلوكه. دونك كنطرق لهاد المواضيع لانها مواضيع جد مهمه كنعيشوها في المغرب، وفي نفس الوقت كنطرق حتى المواضيع الوطنيه، كنطرق حتى الحاجه. الا شفت شي حاجه في المغرب زينه كنطرق لها كنغني عليها، شفت شي حاجه خايبه كنغني عليها. والفنان هكذا خصو يكون، يعني خصو يكون صريح مع نفسه ومع الجمهور. وهذا الشيء اللي كان اودي الاخت ديالنا حسام. بغينا انك تقدم لنا شي مقطوعة من الأغاني ديالك وتكون من اختيار ديالك الشخصي. غادي نأدي لكم واحد المقطوعة مازال ما خرجتش في السي دي. هذه المقطوعة كتبتها ملي كنت في هولندا، وهذه هي الأغنية الوحيدة اللي كتبت تما في هولندا، سميتها يورا خافي وهاجر. أغني جا يعني السوار خيط ما تنغيت جان أجماضي ومال، وزي المناسبة تحية غتن وسعد وغاسني الشيء السلام يزير. يورا خافي وهجر زيتم زي ايما، يورا خافي وهجر زيتم زي ايما، ادموني غاد زويغ اتشوق اختي مورا، ادموني غاد زويغ اتشوق اختي مورا، اتشوق اختي مورا. صبار امينو صباري لمحين، صبار امينو صباري لمحين، اربي ذا مقران يتفاجا خوراون، اربي ذا مقران يتفاجا خوراون، يتفاجا خوراون. تبارك الله عليك سي حسام على هذه الاغنيه اللي سمعت لنا واللي كانت ممتازه. الان بغينا ان كما كنعرفوا انك ملي كنت في هولندا ما قدرتش انك تكتب ولو اغنيه ولو كلمات، لماذا؟ الحقيقه يا اخي كنت في هولندا تما شويه لهنا، وعلى من غادي تكتب انا واحد الفنان اللي كنغني على لي بروبليم ديال الشعب، خصني نقلب غير الحاجه اللي ماشي مزيانه اللي ما عجبتنيش نغني عليه. في هولندا تما تمشي للاداره يستقبلوك، البوليس يستقبلك يتعامل معاك مزيان، الشعب مليح، البنية التحتية مليحة. دونك على من تغني سوا الا نغني على الحب، انا ماشي فنان ديال الحب، او نغني على الغربة. حتى الغربة ما كنتش نحسها. يعني الالهام كيجي لك داخل المغرب وصافي؟ الالهام كيجيني داخل المغرب في البلاصة اللي يعني كتكون فيها كتشوف فيها مسائل، لان انا قلت لك واحد الارتيست اللي نتاع كنغني لي بروبليم، وحتى لي زارتيست اللي كنسمعهم يعني دوك لي زارتيست عانوا، وحتى هما بديك المعاناة تقدروا يكونوا واحد الاخر. على داك الشيء ما نقدرش في هولندا، يمكن يضيع المستقبل ديالي الفني الا بقيت تما. خصني شي لقطه. وجدوا في التصوير معك حسام، اختاريت بالضبط هذا المكان واللي عندك ربما معاه ذكريات جميله، ممكن انك تحدثنا قليلا عن هذا المكان؟ يا اخي فعلا هذا المكان عندي معاه ذكريات جميله منذ الصغر. النهار اللي كان عندي 7 سنين انايا كنت نعوم في هذه، راني ما تنساش باللي راني من احسن السباحه هنا فاكلين. ماشي غير انا، الاخوان ديالي كاملين كتعتبروا، يعني هذه كنقولها لك يعني نيشان، الاخوان ديالي كاملين كتعتبروا من الناس اللي كيعوموا مزيان في هذه الملويه. كنسميوها حنا ملويه نتاع السيمة، ولا كنا كنسميوها السعيديه نتاع المساكين اللي ما عندوش الفلوس كيجي يعوم هنا. ونقول لك هذه كان عندي معها ذكريات بزاف ملي كنت نعوم فيها. وشنو كنت ندير ملي كتقرب الصيف كنكونوا نقراو في الاعداديه، كان عندي واحد الصديق ومازال صديق نتاعي وجاري سميتو سفيان، كنت كندخل بالباب وكنخرج بالحيط كيعرض لي البورت كاي داير فيه الشورت ما دايرش فيه الكتو. كنجي نعوم هنا، وكتكون ديك الوقتيه كانت الميزيريه وانا كنت نعوم مزيان. كنت ملي كنصوتي في ملويه على ما كنصوتي كنقلب على الفلوس، مره نجبد 5 دراهم مره 3 دراهم ونمشي مناشط.
يعني على داك الشيء اختاريت هذا المكان، وكانوا الاصدقاء هنا في كنا نتلاقاو، يعني اكلهم كل شيء يعني كما نقولوا كانت تموت هنا، كانت كتجي هنا على داك الشيء عزيز. ربما انك تقد في يوم من الايام انك ربما تخرجنا شي ديو ولا شي اغنيه على هذا المكان. هذا سؤال مهم فعلا. فكرت انني ندير واحد الاغنيه على هذا المكان، ويعني ملي طرقت لي لهذا الموضوع اللي كانت عندي 9 سنين ولا 10 سنين، الاخ نتاعي حكيم الله يذكره بخير في هولندا كان عطاني واحد الكتاب نتاع الذكريات، قال لي كتب لي فيه شي حاجه، وكتبت له واحد القصيده على ملويه. المهم ما عقلتش غير كنت ندفش، كنت عاد بحالي كنقولوا الضفادع تسبع في ملويه بحال، يعني راني هذه عاد مازال كنتذكرها. جاتني الفكره، ويمكن باللي عاودت لي انت الفكره يمكن نكتب شي اغنيه على الطبيعه نتاع اكلي، معلاش لا. والان يحضر معنا احد الاشخاص المعجبين بالفنان حسام من العاصمه الاداريه الرباط، غادي يقول لنا شي كلمه في حق الفنان ديالنا المتالق حسام عريف. السلام عليكم. بدا اولا وكان كنوجه واحد التحيه كبيره لزيو سيتي لانها كتقوم بواحد المبادره يعني كبيره في حق ابناء ديال هذه المدينه، وكنقول واحد الكلمه اللي هي شهاده غادي تكون ان شاء الله في حق واحد الانسان اللي نقدر نكون عرفته في واحد دقائق معدوده، ولكن حسيت بان عنده شي حوايج كبيره، ولانه ما خصوش يبقى في هذه المدينه لان ما كاينش التفاته. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى الجهودات ديالي والجهودات ديال الاصدقاء اللي ديالي اللي في مدينه الرباط، واللي هما عندهم حس فني، يعني فنانين كبار في مدينه الرباط، مدينه كازا. كان حسام الشعبيه ديالك واش زادت ولا نقصات من بديت انك تغني في الاغاني؟ وبطبيعه الحال في الاول كتكون الشعبيه ناقصه، اين فوا كدير واحد السيدي يعني كتزاد الشعبيه نتاعك، كيعرفوك ناس، كتبقى تدوز في الاذاعه فهمت، وكتبقى دير سهرات، لان السيدي عباره عن شهاده. ملي ما كيكونش عندك السيدي حتى ملي كتمشي تقدم لشي سهره ولا كيقولك واش عندك شي سيدي فهمت ولا ما عندك، دونك هذيك بطبيعه الحال ما حد انت كتزيد في السيديات والفرق كتزيد الشهره نتاعك، ما حد كتخرج للمدن والفرق كيزيدوا يعرفوك الناس. والحمد لله دابا حتى الامكانيات شويه كاينه، يعني كاين الانترنيت، كاين الفيسبوك، كاين بزاف ديال الحوايج باش الفنان يقدر يتعرف عند الناس. ملي كنت في هولندا استو واحد الجروب، ممكن انك تحدثنا قليلا على هاد التجربه اللي خدتها؟ ملي كنت في هولندا بطبيعه الحال جا عندي واحد الصديق نتاع الاخ نتاعي السي بالقاسم الله يذكره بخير، هو عازف على الايقاع وكان كيعرفني قبل انايا قبل ما نجي لهولندا، كان يسمع عليا، هو من بنطيب ريفي، اقترح عليا واحد الفكره، قال لي نمشيو عند واحد الجروب راه كاين واحد النادي نمشيو نريبيتي، ومشيت تما. فعلا ما كانش عندهم مغني، هما مجموعه كامله تقريبا متكونه بالهولنديين الا وانا وبالقاسم اللي هما عرب، يعني امازيغه وعرب غير كيف كنا كنغني، وانا كنت كنغني داك الشيء نتاع ناس الغيوان، وفي نفس الوقت كنت كنغني داك الشيء ديالي في نفس الوقت. عاوتاني هما كانوا كيديروا شي مقاطع نتاع البلوز، في البلوز ما كنتش نلعب معاهم الجيتار، كنت نلعب معاهم الايقاع، لان انا قبل ما نكون نلعب الجيتار ولا هارمونيكا كنت عازف على الايقاع، كنت كندير معاهم الايقاع. ولكن اللي ما خلانيش نكمل هو انني رجعت للمغرب، كانت الفيزا قريب ما تكمل ورجعت. الان حسام عدد المهرجانات اللي شاركت فيها في الجهه الشرقيه ولا في الوطن الكل؟ شاركت في عده مهرجانات، من ضمنهم مهرجان الرقاده في السعيديه، شاركت في ثلاثه ديال الدورات، شاركت في الرباط في ديال الرباط في الحسيمه، وشاركت في واحد السهره اذاعيه عاوتاني حتى هي دارت في الحسيمه، تشجلت في الحسيمه، وشاركت مع جمعيات، يعني جمعيات خيريه ملي كتكون شي حاجه خيريه اختانا ولا شي حاجه المهم كتكون هادفه كيعيطوا لي عاوتاني كنلبي النداء كنشارك معاهم، سواء البركان او في السعيديه او في الناظور او في المكان كان كنلبي لهم الطلب بطبيعه الحال. واش انت هو الفنان الوحيد اللي كاين في الجماعه ديال اكليم ولا كاين فنانين اخرين؟ في الحقيقه كانوا سبقوني بعض الفنانين اللي كانوا كيتسموا نجوم الخمس، هذا الشيء داروا التجربه في التسعينيات، ومن بعدها هما اللي كانوا مع الشاب المختار البركاني، خص نذكروا هذه المساله راه مهمه ما كيتذكروهاش، باللي هما اللي كانوا كيعزفوا مع المختار البركاني، من بعدها تفارقوا بقوا مع المختار غير زوج، واحد مشى لاسبانيا وواحد باقي واحد الصديق نتاعي اللي هو بوزوف عبد الرحمن. من بعدها ما كانت شي تجارب هكا نتاع الموسيقى حتى جيت انا، واول واحد يعني يخرج هذا السيدي اللي دار السيدي وواصل هو، انا اللي مازال كنواصل، يعني اش باللي انه كاين غير انا يعني موجود على الساحه الفنيه معروف عند الناس، وكندوس في الاذاعه وكندير فيستيفالات، ولكن كاين دراري اللي هما شباب
كنحييهم بهذه المناسبة أصدقاء نتاعي، حتى هما كيديروا محاولات وكنتمنى لهم إن شاء الله يديروا شي لسيدي نتاعهم، لأن كاين اللي ما كتاحلوش الظروف، كاين اللي ما عندوش، كاين فهمت، كاين اللي ما بزاف، المهم بزاف نتاع العراقيل كنتمنى نشوفهم حتى هما، لأن الربح لينا شحال ما بانوا نتاع الفنانة ولا رياضيين ولا المدينة كتزدهر وكيعرفوها ناس والحمد لله. تقييم ديالك المهرجانات الموجودة في الجهة الشرقية، واش خدمات الفن حقا؟ واش غادي نقول لك بالنسبة للمهرجانات، ما غاديش نهضر لك غير على المهرجانات نتاع الشرق، غادي نهضر لك على المهرجانات نتاع المغرب كامل. كاين المهرجانات اللي هي هادفة، فهمت، كتخدم مصلحة الفنان وكتخدم المصلحة الوطنية، ومع الأسف كاين المهرجانات اللي هي مهرجانات مائعة وكتخدم غير المصالح نتاعها، فهمت. وخير دليل على ذلك بعض المرات كتلقى فيستيفالات، مثلا 40 فيستيفال في المغرب كيفوتوا فيه غير واحد البعض نتاع الفنانة اللي هما معروفين عندنا، كيدوزوا غير دوك الفنانة، كأن المغرب فيه 20 فنان ولا 25 فنان ولا 30، والمغرب كيزخر بزاف نتاع الفنانة، كأن الموسيقى ولات يعني بيزنس، فهمت، بحال البيزنس. كتلقى فنان فات في المهرجان نتاع الوجدة هذا العام، يفوت العام الجاي ويفوت العام التالي، والور فين راه الفنانة الاخرين؟ هاد الفنان فات هاد العام ما يفوتش، جيبوا واحد الفنان اخر يتعرفوا عليه الجمهور. هاد المساله انا كنشوفها غريبه، وهاد المساله كنشوفها حتى في التلفزيون بكل صراحه، يعني بحال واحد الكره كيلعبوا بها، يعني مراها هنا راها هنا راها هنا. بغينا نعرفوا واش حسام ريف كيوجد شي مشروع ديال بالنسبه للاغاني ديالو، ربما كتقد تخرج للسوق، ربما هي كتها على نار هادئه وحنا ما كنعرفوهاش. بطبيعة الحال راني داير واحد لو سيدي اللي هو كيتعتبر نقدروا نقولوا السيدي الثاني ولا السيدي الثالث، لان كنت سجلت واحد مع الاذاعه، هذاك يعني كيدوز غير في الاذاعه. هذا السيدي كنت سجلته في 2010 كما قلت لك، وما تحتليش الظروف باش نكملوا، خرجت منه غير ثلاثه نتاع لي سينجل راهم في الاذاعه، وسجلت له واحد كليب فيديو. من بعدها ملي رجعت من هولندا زدت عليه واحد الاغنيه اللي على الصحراء، درت لها كليب فيديو حتى هي راه كدوز في التلفزيون. ودابا راني عازم باش نكمل السيدي، ندير فيه اما 10 د الاغاني ولا 8 د الاغاني، ما عارفش على حسب. وغادي ان شاء الله الا كتب له الخروج غادي يخرج في راس العام ان شاء الله. الان اذا كان بمقدورك انك تغير ثلاثه اشياء في العالم، ما هي هذه الثلاثه الاشياء اللي يمكنك انك تغيرها؟ بمقدورك حسام ان تغير ثلاثه اشياء في العالم، ما هي هذه الثلاثه التي يمكن لك ان تغيرها؟ الشيء الاول نعاون الفقير ونصف المظلوم، والشيء الثالث نتمنى من الحكومه ديالنا، ماشي غير المغرب، من الدول العربيه كامله، انهم ما يبقاوش الشباب ديالنا يهاجروا في الهجره السريه ويموتوا في البحور. نتمنى الدوله توفر لهم دوك المسائل غير هنا، بلا ما يبقى الشعب نتاعنا ياكلوا الحوت. الرساله ديالك الان حسام الشباب ديال المغرب عامه، شباب اكليم من فضلك حسام. الرساله ديالك الان حسام بالنسبه للمسؤولين في اكليم وفي المغرب عامه. بالنسبه للرساله ديالي هي رساله عاديه، انا كنطلب من المسؤولين على الميدان الفني والثقافي بمدينه اكليم وعلى راسهم المجلس البلدي والبشويه والناس المسؤولين الجمعيات وكذا، يعاونوا الشباب في مدينه اكليم ويكونوا غيورين شويه على المدينه ديالهم، لان راه المدينه رغم الصغار ديالها راه انجبت بزاف ديال الناس، كاين رياضيين، كاين شعراء، كاين فنانين، كاين ملحنين، اي حاجه كتقلب عليها، كاين اساتذه دكاتره. ولكن مع الاسف المسؤولين هنايا، لا سواء الجمعيات ولا سواء المجلس البلدي ولا البشويه، ما كيعطيوش قيمه لهاد. انا مثلا ما نادرا ما كتعيط لي شي جمعيه ولا ندير شي سهره هنا، سبحان الله مع العلم انا كندير سهرات برا والمدينه اللي هي ديالي، نادرا ما كتلتفت لي شي جمعيه، كنقولها يعني بكل صراحه. حسام بغينا نعرفوا الكلمات ديالك والالحان، واش انت اللي كديرهم لراسك ولا كاين شي واحد اخر اللي كيلحن لك بالنسبه لك الاغاني والكلمات ديالك؟ يا اخي بالنسبه للكلمات والالحان، انا كما سبقت لك قلت لك انا من الطفوله نتاعي كنت كنكتب الراسي، كنكتب بالريفيه وكنكتب باللغه العربيه وكنكتب بالدارجه الزجل. وبالنسبه للالحان كنلحن نفسي، ولكن ما كيعنيش انني ما كنهش، راه اي فنان خصو يبحث، كنسمع الموسيقى باش نبحث باش ندي، كنقدر بعض المرات ندي غير بتي مقطع شرقي ولكن نوظف فيه واحد اللحن ديالي وكيعطيك واحد لا ميلودي جديده. بالنسبه للكلمات كنسمع دحمال الحراشي الغيوان كنستافد بيه، نقدر غير جمله من دحمال الحراشي فنان يعني عنده كلمات تفتح لي واحد الباب، ديك الجمله كتخليني نتبحر ندير قصيده، وداك الشيء يعني كنعتمد عليه في نفسي. حتى بالنسبه للسهرات ملي كنمشي، غالبا السهرات اللي كنديرهم كنديرهم بوحدي بالجيتاره ولا هارمونيكا،
وملي بعض المرات شي بعض السهرات والمسائل كيكون حتمي عليك انك تجيب الجروب كنجيب الجروب. الحمد لله عندي تما واحد الجروب في بركان اللي كيطلبوا لي الجروب كنجيب الجروب، ملي ما كيطلبوليش الجروب كنمشي بوحدي. ولمن توجهها حسام؟ في البدايه كنوجه لك كلمات شكر السي عبد الجليل والسي الاخ شفيق والزيو سيتي، وكنبلغ واحد السلام حار للاحباب ديالنا في زيو في المغرب كاملين، كيف ما كنغتنم هذه الفرصه باش نبلغ واحد السلام لبعض الاصدقاء نتاعي في هولندا، من ضمنهم محمد الزعر فيليكس وعمر الشافي الزعر والاخ نتاخي عبد الخالق حكيم والسي بالقاسم العازف على الايقاع ولا فامي نتاعي عبد الخالق في الخارج ولا فامي الزعر كاملين، والناس نتاع اكليم كنبلغ لهم واحد السلام حار، وكنتمنى للمواهب نتاع اكليم انهم يزيدوا لقدام وما يوقفوش. وشكرا. نكون قد وصلنا أحبائي المشاهدين إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شباب بلادي، وأتمنى أن ألقاكم في فرصة أخرى وحلقة أخرى، كما أهيب بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه الحلقة من تقنيين ومخرجين وكذلك مساعدين، وإلى فرصة أخرى بحول الله. تقبلوا مني تحياتي الخالصة وسلام من الله ورحمة منه وبركاته.